أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرائع استضافات فنية. استضافات فنية هذه الأمسية بنستضيف أحد الفنانين الرموز الشباب اللي أسهموا إسهامات مرموقة في تجربة الغناء، غناء الشباب يعني. ألا هو الفنان حسين كركبة. مرحبا بك أستاذ حسين، وأنت ضيف عزيز علينا الليلة في برنامجنا ده. وكما عودناكم دائما في استضافتنا للنجوم والوجوه الجميلة التي تضيف للساحة الفنية، المرة دي معنا حسن كركبة. مرحبا بك أستاذ حسن. الله يخليك. والله ما هو مشكلة. كيف؟ الحمد لله. أنت شفت يعني أنا والله سعيد فرحان شديد بأنه يعني أنتوا جيتوا معنا في التلفزيون. أنت عارفنا يعني أشرف ده جيراننا. استاذ حسن، اشرف بيك قاعد يقول لك استضيف، انت قلت له انا استضيف ذاك. لا ده جيراننا من الحيطه، اربع غنيله بالليل وبالنهار. استاذ صاحب صديقكم سمع. استاذ حسن، احنا عايزينك تتكلم لنا في البدايه. استاذ جابوني جوا في الصوره. استاذ تكلم لنا في البدايه عن بداياتك الفنيه. انا والله حقيقه ما بديت لسه. تواضع تواضعك. تواضع والله. لكن شفت يعني ببدا من خلالكم. ها؟ يعني ببدأ من خلالكم، يعني أنا أسئل على الهواء، يعني الناس شايفيني كلهم، شايفيني؟ شكرا لك والله يا أخي، إحنا يعني إحنا نعتبر ده تواضع منك. الله يخليك. أستاذ حسن، أنت تجربتك مرموقة جدا ومشهودة من لا 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 أستاذ. ونحن الليلة عايزين نتكلم لنا عن أستاذ حسن، الشعر اللي بتتعامل معاه من؟ أنا والله ما حقي ما عندي شعر بتعامل معاه، أنا مثلا شفتها عندي والجيران هذاك عبد السلام. عبد السلام مثلا ما عندي شغل، مثلا قلت له اكتب لي شعر. لا استاذ عشان بدل ما يلف ساكت احسن يكتب لي شعر ياكل عيش. استاذ هو اكيد بيتكلم عن شعر. شعر ولا اكل عيش، لكن انا بسمكره، يعني انا بسمكره وبغنيه بعدين غالي. نعم نعم. طيب ملحنين. ضربين تلفون. هو طبعا بيتبعث يروح الدعابه. شايفني؟ انا بالمزيد على اليوم بالليل يوم الخميس. انت؟ اعزائي المشاهدين كمان شايفين انت بالظبط انك عايشهم يا استاذ. انا نسيت ما اوضح لك انه الاستاذ بيتمتع بروح الدعابه طبعا. دعابه شديد، وهو يعني بيحب الهزار اكثر من الجديه، عشان كده دائما بيحاول يكسر روتين الحلقه الجادي ده بالهزار. والان احنا بنسال، قول لنا ابيات شعر اثرتك، غنيتها انت؟ انا والله ما قد اغني شعر. يعني انا يعني بغني كلام، يعني كلام قاعد يقول لي عبد السلام ده، كان عبد السلام شيء بقول طوالي بغني، وشفته بغني على الهواء طوالي بعناية. انت ما صور الكاميرات دي بتعمل كده ليه؟ عادي عادي عادي. انت عارف انه استضافتنا دي على الهواء مش كده؟ يس اسمع يعني مباشر كده احنا يعني انا محظوظ ان انا قاعد جنبك هنا في استوديو واحد على الهواء، يعني فارجو اني اقدر اكون مركز واقدر اربط نفسي يعني. جاي استاذ حسن، اغاني زمان واغاني هسه الفيلم؟ والله طبعا يعني اغاني زمان واغاني هسه انا ما اعرف ليه بيقولوا الكلام ده. اسمع ما اعرف ليه. لا 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 خلينا نغني يا هناي، قلت له هاي لا هتغني يا ناس بيقطع نفسه بيقطع يا سلام يا ولد الكهرباء عندنا ما قلت 2 كيلو عندنا نوت بتاعي عندنا البيت ما بيقطع عندنا نوت بتاعي جيلو من الجيران جيلو من الجيران يا استاذ. يا استاذ احنا في استضافه دي احنا عايزين نطلع كل يعني الخبايا بتاعت الاستاذ حسن جوطه ولا حسن كركبه. كركبه كركبه حسن كركبه. ما برضه انت يعني سؤال البدايه الفنيه ده انت تجاوزته لنا بمراحل، اصلا البدايه الفنيه هي انصهار حقيقي للبيئه اللي تربى فيها الفنان، للتكوين النفسي بتاع الفنان، لسيكولوجيه التعامل مع المجتمع داخل الفنان نفسه، يعني ادينا ورينا الابعاد الاخرى لشخصيه حسن كركبه يعني، لانه حسن كركبه في الاساس هو فنان. ما تديني فرق ليش؟ فنان قدر يصل يعني، فحاول ادينا خلفيه عن ايوه خلفيه. والله شوف ترى وريني حاجه، انا اصلا فنان بغني يعني بغني من زمان. او اتكلم لنا عن سيكولوجيه الغناء الحديث. سيكولوجية الغناء الحديث؟ اي وين؟ في زمننا ده يعني، في زمننا ده كيف؟ يعني انا شايف انه نطلع فاصل. لا ما تطلع فاصل يا رجل، ما تطلع فاصل، لا صدق ما قدرت ارجع ثاني، ما قدرت ارجع، ما تطلع فاصل والله اشرف، ما تطلع فاصل، ما قدرت ارجع، ما قدرت ارجع، خليك ما طلع الفاصل.
فاصل يا سامي. هو شواغ لانه يغني طبعا ونحن اصلا في الاساس قصد لنا نستضيف في اللحظات دي لانه نحن يعني الكلام بقى يعني استاذ هتغني لكن انا شايف انه اعزائي المستمعين عشان الناس يكون في يعني اغني؟ لا انا شايف الغنى دي يكون في جزء ثاني من الحلقه. لا 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 يا دولة يا كده بس انا غير ايه لا لا اكيد غير زي حاضر لا المايك انا ما بشتغل معاك بس انا سايب غير ما كان صوتي ده قاعد يشتغل انت بكون شغال في الديوم بيسمعوني في بدل ما عندك مشكله لا 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 شو ده صراحه انا